السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي. الأخبار؟ عيني وحشتوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. أولا في بداية الأمر أنا بعتذر لكم عن حصة يوم الأربعاء. للأسف الشديد أنا كنت فاكرة إن حصة الأربعاء اتنقلت ليوم الخميس الساعة 9، فلقيت بعد كده إن الجدول اتغير. الله المستعان. في الموضوع اللي أنا والدتي لما كانت تعبانة وأنا كنت لسه أصلا مرجعتش بيتي، لسه راجعة بيتي امبارح، أول امبارح يوم السبت، من 16 يوم ما دخلتش بيتي. طبعا اختلاف المواعيد واختلاف ده كله ضربك الدنيا معايا، فما حضرتش حصة الاربع، بس انا كنت موجوده. انا مش انا ما كنتش موجوده، انا اشتغلت حصص بعدكم عادي، بس انا فعلا يعني فكرت ان الجدول على الجدول القديم، وده طبعا غلط مني مش هنكر. فانا بعتذر جدا جدا، يا ريت تسامحوني. ان شاء الله ربنا يسهل نعوض كل حاجه ان شاء الله على خير. يلا بينا، بسم الله نبدا الكتاب بتاعنا. يلا نفتحه. امتحان طبعا بتاع الشهر الاسبوع الجاي، فعايزين ايه نشوف ايه لو الحاجات اللي هتيجي ان شاء الله في الامتحان. نسبة سورة الفرقان احنا فاضلنا فيها قد ايه؟ احنا خلصناها، خلصناها يا سمعناها. سمعنا اخر جزئية فيها خلاص كلها، وهنا سمعنا. حلو قوي. طب نفتح كده الكتاب ونسبة سورة الفرقان من الاول خالص. افتح الكتاب عادي، انا براجع، انا مش بقول سمع، احنا بنراجع خالص. يلا كده بينا، كل واحد فينا هيقرأ جزئية من ايه من السورة. يلا بتقولي بداية، روحي اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لنا أنفسهم ضرا ولا نفعا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا سأكمل. اه وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وعنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزلها الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. شكرا يا روح، غفور الرحيم، شكرا يا روح. يلا يا سيف، سيف هامش يلا كمل. احنا بنقرا عادي مش وقال ما بنسمع، هامش احنا بنقرا من الكتاب عادي مش بنسمع. تمام. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جناتن ويجعل لك قصورا. جناتن، خد بالك من الكسر والضم. بل تمام. كذبوا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. شكرا يا روح. يلا إذا يا تاين. رأتم شكرا يا عسل. يلا يا تاين. إذا رأتهم تيم. طيب يلا يا عبد الله، تمام. إذا رأتهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيطا وزفيرا، وإذا أقول وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم معلش يا مس، أنا كنت معلش يا مس، أنا كنت بتكلم معاك مقفول، عايزين كنت سامعني، لا مش قصدي احنا سامعين. أنا معلش كنت بتكلم معاك مقفول. طيب انت بعديه على طول. يلا كمل يا حبيبي.
خيرا أم جنة الخلد التي وعدهم المتقون كانوا لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كانوا يشاؤون على مش يشؤون يشاؤون خالدين. يشاءون خالدين كانوا كان على ربك وعدا مسؤولا يلا يوم بينا، يا شكرا شكرا يا تاي. يلا يا تاي. تمام يا مس. من عندي يا مس لهم جزء ومصيرة. لا الآية اللي بعدها. يوم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من عطفتك أولياء شوية يا حبيبي، ولكن معلش. قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء من أولياء ولكن متعتهم متعتهم. متعتهم وآباءهم هم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بور وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا من يظلمكم نذقوا عذابا كبيرا شكرا، وما يلا محمد علاء، شكرا يا حبيبي. محمد علاء يلا يا روحي. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. شكرا يا روحي. لقد يلا يا آدم، شكرا يا حبيبي آدم. يلا يا عصر. وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا من عمل وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يده ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا شكرا يا يا روحي. يلا ويلي الآية، شكرا يا دي. يا يسوع ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. شكرا يا الذين روحي. يلا عبد يحشرون الله مسيح. ايه يا ربنا يرضى عنك. يلا عبد الله. ماشي الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا تمام. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يلا بتقول. فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. يلا يا ملك. ملك في أكتر مايك. يلا يا تيم. مس معلش انا ما سمعتش بس لحد تنزيل لحد اللي هو ونزل في تنزيل نعم. انا سمعت بس لحد سمعت ونزل في التنزيل ركز معايا شوية يا لولو، الله يرضى عليك، عشان أنا دلوقتي بشوف مين اللي مركز معايا ومين اللي سرحان.
واضح أنا ان انت سمعت الحاجة دي سرحان. هنا، أنا سمعت الحاجة دي هنا بس. طيب كملي يا بتقول الحتة دي معلش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تدبيرا. لقد كمل يا أتوا على سيد، شكرا يا طول. طيب الله أمس، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورها، وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يلا يا آية، شكرا يروح. يا يويو آية، نعم بس معلش ما سمعتش، يلا اتفضلي كملي. معلش بس ما سمعتش آخر حتة. ليه كنت فين آخر حتة؟ نعم كنت فين آخر حتة دي؟ ما سمعتهاش، معلش. ماشي. فرحت انت كمان زي التيتين. طيب مين عارف احنا وقفنا فين ويكمل؟ محمد علاء، وقفنا فين يا محمد؟ أرأيت من اتخذ إله هواه، برافو، كمل يا محمد، اخر أرأيت من بيتين. اتخذ إله هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. جزاكم الله كل خير يا اولاد كلكم، ما شاء الله. يبقى باي باي. انت عايزه الناس اللي كانتش من كده بس تركز معايا اكتر شويه في الحصه كده. احنا رجعنا على الصوره الحمد لله، كانت الصوره كلها ان شاء الله طبعا هيجي منها على حسب بقى اي مكان، اي مكان في الصوره يجي منها الامتحان ان شاء الله. هنرجع للفارس كده من ورا، هنشوف ان احنا كمان خدنا مفهوم الدين، التوحيد اساس الحريه. نسأل جيب التجويد صح؟ طبعا هيجي من التجويد. عايزه ارجع لك على نسأل التجويد ايه التجويد الري؟ الراء، راجع لك عليه. حاضر، نفتحه التجويد كده طب تعال نأكد عليه. طب تاني انا عندي حاجة اسمها التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق موجود عندي في الاول في حروف تفخم، ويخص ضغط قز، خص ضغط قز. 1 2 3 4 5 6 7، 7 حروف. ال7 حروف دي المفروض ان انا افخمها اثناء قراءتي ليها عشان اقدر اميزها من غيرها من الحروف. يعني انا عندي الطه لازم افرق بين الطه والت، الصاد افرق بين الصاد والسين، افرق بيناتهم عن طريق نطقي للكلمات ان انا اقدر افخم الحروف دي، فاعرف ان دي حروف مفخمه، اعرف ان دي صاد مش سين، اعرف ان دي طه مش ت، والضاد طبعا مش دال. اتفضل مثلا عندي سؤال، يا ابني. يعني ممكن حضرتك تقول لنا احنا أخدنا إيه؟ نعمل ايه؟ أخدنا إيه كله؟ مش عارف ما انا أخدنا كده قلت اول حاجه سوره ياسين، إيه؟ سوره اللهم صل على محمد، لا بطول سوره البركات، عشان كنت مع سنه اولى من شويه استقبلكم على طول، فكانت سوره ياسين. سوره الفرقان كده خلاص كلها اكيد جايه منها في الامتحان اكيد، حتى المعاني بتاعتها ممكن يجي منها. خلي بالك محدش بس يركز على الدرس، ما يركزش على المعنى، لان المعاني بيجي منها. رقم 2، الدرس الاول بتاع التفخيم والترقيق ده هيجي طبعا منه اسئله. تمام، بيقول هنا بقى ادي كده اول درسين اللي هو الوحده الاولى حبيبي، هنكمل بعد كده اقول لك ايه اللي علينا بعد كده تاني. قلنا الحروف المفخمه خص ضغط قز، وفي عندي حرف اللام بتاع لفظ الجلاله الله سبحانه، الله والله. امتى اقول الله وامتى اقول الله؟ لو كان الحرف اللي قبله كلمه الله، يعني في كلمه والكلمه دي اخر حرف فيها مكسور، يبقى اقول الله زي بسم الله. الميم هنا بسمي، ميم تحتها كسرة، فبقول الله بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أقول قال الله عشان اللام عليها فتحة، فلما يكون قبلها فتحة أو ضم آخر حرف في الكلمة اللي قبلها أقول الله، لكن لو آخر حرف في الكلمة اللي قبلها مكسور أقول الله. أدي كده اللام وإيه في حرف لفظ الجلالة سبحانه. عندي الراء بقى، والراء هي بقى اللي فيها صعبة شوية، يلا صعبة ولا حاجة بس إن شاء الله ربنا ييسرها. الراء ترقق، الطبيعي بتاعها ان هي ايه، يعني ترقق
أو تفخم على حسب مكانها. هي ليها 5 أماكن معينين بيكون فيها تفخيم، الباقي ترقيم، يعني هي جاية على الاتنين. الطبيعي فيها إنها تكون رقيقة، لكن ليها 5 أماكن بتكون فيها مفخمة. إمتى؟ لو كانت عليها ضم، أو كان عليها فتحة، أو كانت ساكنة بعد ضم، أو كانت وقعت بعد حرف ساكن سوى الياء. وفي 5 كلمات في القرآن بقرأهم بغض النظر إن هما يعني غير القاعدة. طب واحدة واحدة قولهم لنا. هبدأ الأول بال5 كلمات، عندي 5 كلمات أحفظهم صم. دول الراء فيهم المفروض تكون مرققة، لا بتكون مفخمة، اللي هي قرطاس، فرق، فرقة، الرصادة، لابيل، مرصاد. دولت كده اهو الراء فيه المفروض تكون مكسورة عادي مرققة، قال لي لا ال5 كلمات دول ما بتبقاش مرققة، بتبقى مالها مفخمة. يبقى قولهم تاني، قرطاس، فرق، فرقة، إرصادة، لابيل، مرصاد. الراء هنا مفخمة. طب الباقي تكون مرققة زي فرعون، بصير، رزق، الراء عادية. أمال إمتى بقى ال4 مواضع التانيين؟ لو كانت هي أصلا مضمومة تقول رزقنا مش رزقنا، لا رو 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 مفخمة، أو أقول يسيرة مش يسيرة، لا لو كانت هي إيه مفتوحة يبقى لا عليها ضمة عليها نقول عليها إيه مفخمة، عليها فتحة مفخمة. طيب لو كانت إيه جاء عليها سكون أعمل فيها إيه؟ قال لي لو كانت واقعة بعد ضم أو فتح، لكن لو كان بعد كسر لا. إزاي؟ يعني مثلا قرطاس، المفروض إن أي كلمة غير قرطاس اللي قبل الراء مكسور هي كمان ترقق، لكن لو كان ضم أو فتح تفخم. طب إزاي نقولها؟ أقول كده فهجر مش فهجر، لا أقول قر قرية مش قرية، لا ارتابوا ارجعي. كل ده هنا بتكون هي ساكنة وقبلها يا ضمة يا همزة وصل يا فتحة. طب أنا هنسى يميز كل ده من الآخر، لو هي مكسور عليها سكون وقبلها مكسور، قبلها الحرف اللي مكتوبة مرققة، ما عدا ال5 كلمات اللي قلنا عليهم، دولت شاذة عن القاعدة، يعني دولت بعيدة عن القاعدة دي. يبقى الطبيعي في الراء الساكنة إن لو كان قبلها مكسور تبقى رقيقة، إلا في ال5 كلمات دول. أما بقيت كده في الضمة، في الفتحة، في يكون قبلها مد ألف وصل أو أيا كان اللي قبلها بتكون مفخمة عادي. أقول فهجر، إنما قرطاس وفرقة وفرق وإرصادا وبالمرصاد دول بعيد عن القاعدة دي. آخر حاجة لو كانت بعد حرف ساكن سوى الياء. يعني إيه حرف ساكن؟ يعني معنى أصح إن يكون في مادية، مادية لا ساعتها تكون لا عادي أقولها، لكن مد واو أو مد ألف بنقولها عادي مفخمة. أولى الأمور والقدر، الموضوع بسيط جدا. هي صعبة، أنا مش هنكر عليكم إن هي صعبة، مش هي صعبة بس نحاول نحفظها، هي بس عايزة حفظ شوية. هنيجي بقى إيه الحاجات التانية اللي علينا يا ميس؟ علينا الوحدة التانية كلها، مفهوم الدين، توحيد أساس الحرية، ثمرة عبادة الله. احنا ما خدناش رسل الاسلام في الطهاره، الوحده الثالثه صح كده؟ أي بس طب بالنسبه للقصه اخدنا الفصل الاول والثاني، وخدنا فتح مكه صح؟ أخذنا خدنا الفصل أي الثالث، يبقى أي احنا لنا فصل واحد بس اللي هو اسامه في موقع حنين، ده ان شاء الله هناخده بس بعد الامتحانات باذن الله. النهارده بقى هنراجع ايه الوحده الثالثه الثانيه. معلش يا طب بس انا محمد كنت علي، عايز احنا اراجع على كشفناك الفصل وانت التالت بتاكل يا بس. محمد، كشفناك وانت بتاكل يا محمد، اقفل المايك هات حته. طيب يا محمد، محمد مش عارف يرد، محمد علاء مش هسيبه انا بحب التنمر قوي. محمد علاء عايزين نعرف انت بتاكل ايه، مش هسيبك لازم اعرف تاكل ايه يا محمد. صحة وعافية يا حبيبي، كل براحتك يا ابني، ربنا يحفظك. يلا نكمل. بس انا هنيجي عايز بقى ارجع للفصل التاني بالقصة. هنا، هي الجوز
لسه معانا كمان يوم الاربعاء ان شاء الله عندنا حصه، مش النهارده بس، احنا لسه النهارده معانا جزء من المراجعه، وبامر الله سبحانه وتعالى في يوم الاربعاء برضك هنراجع الحاجات، وعايزين عايزينكم تبصوا على كل حاجه، ايه الحاجات المهمه اللي ممكن تكون صعبه عليكم نراجعها مع بعض كده. بالنسبه مثلا لسوره الفرقان، في اي حد فيكم محتاج فيها اي شيء عايزني اقراها لكم تاني، محتاج فيها اي حاجه؟ ها، نعم. تفخيم والترقيق، انا عارفه ان حكم الراء تقيل شويه بس معلش، واحده واحده. ها، في اي مشكله كده فيهم دولت؟ لا مساء. نيجي بقى للوحده الثانيه، ناخد واحده واحده. الدرس الاول مفهوم الدين، صفحه كام يا بتول؟ الله يرضى عليكي، انا معايا في كتابين لكم. ها، أضواء 39. 39 34 مش كتير يعني. مفهوم الدين من الدرس كويس قوي، ومحتاج شغل ومحتاج حفظ. بيتكلم الدرس بتاعنا عن ايه هو الدين، معنى كلمة الدين ايه. بيقول هنا اول حاجة عندي، قالت اسماء ان الدين في التصور الاسلامي هو المنهج، حط تحت خط، الناس اللي كانت مخططة عارفة المكان ده، المنهج السماوي اللي بينظم امور او كل امور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منهج بينظم كل حاجة في حياة الإنسان، وإن الدين ده كده وحي من عند ربنا بننزله على الأنبياء عشان إيه؟ واحد، ينظم حياة الإنسان، اتنين، يحقق لهم الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، اللي اتبعه دخل الجنة واللي بعد عنه بقى بغضب من الله، وطبعا إيه؟ لقد نار في الآخرة. يبقى أنا ناخد دلوقتي نفس مفهوم الدين، نعم يا روحي، ناخد مفهوم الدين صح؟ وات بقول ناخد درس مفهوم الدين صح؟ احنا بنراجع عليه مش بناخده، احنا خدناها اساسا. انا يعني بركز بقول دلوقتي تاني اسال الحاجات المهمه اللي ممكن يجي فيها اسئله، عايزاك ماسك القلم ومركز معايا وخطط الحاجات بس اللي اقول عليها. تمام. هقول تاني الحته دي، يعني ايه الدين في التصور الاسلامي؟ هو منهج سماوي ربنا نزله عشان ينظم كل امور الحياه، وهو وحي من عند الله نزل على الانبياء عشان حاجتين، ينظم حياة الناس ويحقق لهم الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، اللي يتبع الدين دخل الجنة واللي يبعد عنه دخل النار. هل طيب الفلسفات والعقائد غير الربانية دي ديانات؟ يعني هل دي برضك ديانات تانية؟ لا، إن الدين عند الله الإسلام، مفيش دين تاني غير الإسلام، كل الأنبياء من أول سيدنا آدم إلى سيدنا محمد هو دينهم دين الإسلام فقط. طب إيه اللي حصل؟ ده شرائع، اختلفت الشرائع بس، شريعة دولت غير دولت غير دولت، الشرائع اختلفت، إنما الدين واحد هو دين الله سبحانه وتعالى، دين الإسلام. طيب الشيوعية والكلام ده كله بينكروا الله سبحانه وتعالى وجود ربنا، عشان كده هما النظام بتاعهم ده ما قدروش إن هما يثبتوا عليه لأنه نظام فاسد، عشان كده انهار النظام ده فوق دماغهم. طب يعني إيه كلمة إسلام؟ يعني أنا أستسلم إلى الله بالتوحيد والانقياد، بالطاعة والعبودية والاستجابة لشرعه، وهو دين كل الأنبياء. طب نقلب الصفحة مع بعض، بيقول لي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. معنى كده إن الدين الإسلامي هو دين سيدنا محمد، سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، وسيدنا عيسى. أيوة نعم، كلهم دين واحد، لأن ما أنزله ربنا سبحانه وتعالى عليهم، وهو رب واحد، وهو سبحانه ارتضى له هذا الدين فقط. طب ايه تاني؟ ربنا كان بينزل جزء من دينه على نبي او على رسول عشان يصلح شأن قوم، لكن لما ربنا شاف ان ينفع ان البشرية تتصل ببعضها، ووصلت البشرية لرشدها، وصلت لمكانة من العقل والحكمة ان هم يوصلوا بعضهم المعلومات، ساعتها ربنا ارسل سيدنا محمد رسالة خاتمة، جاب كل اللي تم ارساله قبل كده بكل مع كل نبي مع كل رسول، وختم به ربنا سبحانه وتعالى كل الرسالات وخلاه دين متكامل، وهو دين الاسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده وما ارسلناك الا كافة للناس. هل ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده؟ نعم، وبالتالي جعل ربنا سبحانه وتعالى أنزل دينه ده عشان ينظم الحياة للإنسان، لأن الإنسان من غير دين أو من غير منهج رباني يعيش بيه
مش هيقدر يعيش، بالتالي هيوصل لمرحلة من مراحل الاكتئاب مما تؤدي به إلى الانتحار. طب ليه؟ لأن الدين بيطيب الخاطر، بيطيب قلبك من جوه، بيقدر يعمل توازن داخلي بين كل طاقاتك، بين كل طاقتك الجسمية، طاقتك العقلية، طاقات جسمك دي تتجمع كلها، ممكن توديك في أماكن تانية خالص. يعني مثلا واحد عنده قوة جامدة جدا، يخش يكسر في الناس ويقتل في الناس، وهو عشان قوي عايز يبرهن قوته. واحد تاني عنده عقله جامد جدا، يقدر يخترع حاجات مثلا ممكن تأذي الناس أو تضرهم. فبالتالي اللي بيحد من الطاقات دي وبيقدر يوزن الطاقات داخل جسمك ويكون جسمك من جوه متوازن هي الطاقة الروحية. الطاقة الروحية دي هي بتيجي عن طريق إيمانك بالله سبحانه وتعالى. فلما تكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى ينظم كل حاجة جوه جسمك. إيمانك بيقدر يحد من شهواتك، بيقدر يحد من شبهاتك، بيبعد عنك أي شيء وحش، بيخليك تمشي في الحياة مرتاح مستمتع. بالعكس كمان ربنا قال من عمل صالحا، من عمل منكم، من عمل منكم صالح، مش فاكرة الآية، من ذكر أو أنثى هو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. يعني اللي هيعمل عمل صالح سواء ذكر أو أنثى ربنا كمان بيبشره إن هو هيحيي حياة طيبة، ده غير الجنة، غير كمان الجنة. طيب يعني كده مرتاح في الدنيا ومرتاح في الآخرة، كل ده بسبب إيمانك بربنا. هل المنهج اللي ربنا نزله على سيدنا محمد للناس كلها؟ قال أيوه، لأن كل المسلمين يهتدوا به في أمور الدنيا وفي شؤون حياتهم كلها، فهو دين إعمار الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. باختصار كتاب ربنا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو المنهج السماوي اللي نمشي عليه في حياتنا عشان نفوز بالدنيا ونفوز بالإيه؟ بالآخرة. آدي المنهج. في أي مشكلة؟ الدرس ده في أي حاجة محتاجين إن أنا راجعها عليكم؟ نسوا الانتحار قبل الإسلام كان توبة. يعني إيه توبة؟ مش فاهمة. اللي هو يعني طبعا لو حد انتحر يبقى يدخل الجنة. مثلا معرفش بصراحة، معرفش، مقدرش أقول لك أه بس ولا لأ. لو كان في آيات بتقول فاقتلوا أنفسكم خيرا لكم، أعتقد يعني بعتقد مع اليهود، مع مع اليهود. بني إسرائيل. بص يعني أنا مش عارف، يعني قال لا اعلم فقد افتى. اقول لك اه اقول لك لا، وانا ما اعرفش. لا ما اعرفش، ممكن نسال ان شاء الله فيها وارد لك على باذن الله. خلاص كده، التوحيد اساس الحريه. هنا معنى التوحيد، توحيد في الاسلام ان انا اقول لا اله الا الله ده ولا شريك له. طب يعني ايه كلمه لا اله الا الله اصلا؟ يعني لا معبود بحق الا الله، يعني ما فيش حد مستحق للعباده الا ربنا سبحانه وتعالى. التوحيد موجود في كل الشرائع السماوية، ما في دين أو ما في شريعة نزلت على قوم، وما في نبي أو رسول ربنا بعثه إلا وقال للناس اللي هم معاه اعبدوا الله وحده لا شريك له. فمعنى كده إن التوحيد هو ما جاء به كل الأنبياء والمرسلين. كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم عرفة بيقول لك أحسن دعاء يوم عرفة إيه؟ لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد الله سبحانه وتعالى. معنى كده ايه؟ ان اسلام الوجه لله واتباع منهج ربنا في كل ده هو التوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى. ان انا بصلي بوجهي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انا بعمل كل حياتي وكل حاجه في حياتي اعملها لوجه الله سبحانه وايه وتعالى. توحيد ربنا يقتضي من الانسان المسلم افراد ربنا في الالوهيه والربوبيه. يعني انا عشان اوحد ربنا لازم اوحده توحيد الوهيه وتوحيد ربوبيه. يعني ايه الاثنين؟ توحيد الوهيه يعني هو الله سبحانه لا معبود غيره، لا خالق غيره. اما توحيد الربوبيه وهو القيام باعمال العباد، يعني الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، المعطي هو الله سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يقوم بكل شؤون عباده. يعني انا ما ارفعش ايدي واطلب حاجه الا من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. يعني اي حاجه انا محتاجها في الدنيا او في الاخره اطلبها من ربنا. في نفس الوقت دي كده توحيد ربوبيه، ان هو الرب الوحيد سبحانه ما فيش غيره سبحانه. وتوحيد الوهيه ان ما فيش اله تاني في الكون الا هو. انا بوحد ربنا من التوحيد الناحيتين. طيب هنقفل اللينك عشان ما تضحكش عليا وضحك عليا اصلا، ودخل على اللينك اللي بعده. هنقفل، يا رب يستر الأمور ويدخل على نفس اللينك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.